بسم الله الرحمن الرحيم. السنين اللي فاتت تلاقي الإعلام المعادي ماسك البلد، بيتهدوا المساجد، عندكم مساجد ازاي بتشيلوها، ويقعدوا يجيبوا فيديوهات مواقع التواصل الاجتماعي تشتغل والناس تشتغل، ازاي بتهدوا المسجد ده وازاي بتعملوا كده سنوات. والدولة حريصة على دور العبادة، مساجد أو كنائس، منتهى الحرص. الدولة النهاردة وهي بتشتغل في الحفاظ على كل مسجد والتطوير وعمليات التجديد، كل مصر مساجد المنتشرة في كل أنحاء الجمهورية، ومساجد جديدة بتتبني ولسه هتتبني، ودور عبادة وكنايس اتبنت وهتتبني. اللي بيحصل في البلد في هذا الملف هو أمر يحسب للقائد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي اهتم ويهتم. عايز أقول لكم من 2014 النهاردة أكتر من 10,000 مسجد كلفوا حوالي 10 مليار جنيه تطوير المساجد. من سنة كده تحديدا في 22 زي الأيام ديت كده بنتكلم، سيادة الرئيس قرر تطوير مساجد آل البيت والمساجد الأثرية، سيدنا الحسين، السيدة نفيسة، كل مساجد عمرو بن العاص، كل المساجد اللي حكوا تعرفوها أو ما تعرفهاش، الإمام الشافعي، كل المساجد تطوير. وقتها دخل معانا دكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عشان نتكلم على هذا التطور. والإمام الحسين عرضنا لحضراتكم وقت الافتتاح وغيره، وعمرو بن العاص وغيره. لازم تبقوا عارفين البلد تشغل ازاي، زي أي حاجة بتعملها. حضراتكم اللي راح السيدة نفيسة وصلى هناك، سيدة نفيسة كان مسجد قدامه منطقة مش عايز أقول لحضراتكم، كلكم عارفينها، عشوائية، أكشك ومش عارف موقف عربيات وناس عمالة تبيع، يعني قصة كان تدخل هناك أو تخرج من هناك موضوع كان صعب جدا، زي عمرو بن العاص، زي سيدنا الحسين، الأماكن دي الناس تحب تروحها يعني. لكن تعالى حضرتك لما أوريك السيدة نفيسة، لأنه أحد مساجد آل البيت، حصل فيه إيه؟ أوريك بس المشهد بره، المشهد الخارجي قدامك. فالدولة هنا بتهد ولا بتبني وتصلح وتظبط تخلي الحاجة بما يليق بينا إحنا كمان بنصلي، بالمترددين على الأضرحة، بالمترددين على مساجد البيت، بالمترددين على المساجد، على دور العبادة. تعمل ده ولا سيبه؟ تعمل ده وتعمله زي ما انت شايف كده. التطوير ده اللي انت تشوفه دلوقتي النهاردة، الصور دي النهاردة اللي قدامك ده، عشان اوريك بس الدولة بتعمل ايه. طيب هو اطور ولا سيب المكان زي ما كان قبل كده؟ لا اطور، لانه وحافظ على ايه؟ على الطابع الروحاني والتاريخي. روحانية المكان وأهمية المكان وتاريخية المكان وقيمة المكان لينا احنا، لكل واحد فينا. شايفين اتعمل ايه في مسجد سيدنا نفيس؟ شايفين حضراتكم؟ طب اللي راحوا المكان ده ولما كنا بنروح هل ده كان؟ لا، ده النهارده انا بقول لك اتعمل كده. ده التطوير اللي انت لازم تشوفه. البلد بتطور كل حاجة. ما ينفعش وانت بتتكلم على دولة، على جمهورية جديدة، ان يبقى فيها حاجة مش كويسة. لا، عمره ما هيبقى فيه حاجة، لا، يبقى فيه كل حاجة كويسة، لأنه هذا هو الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يقوم بتطوير كل حاجة في مصر. المساجد اللي قدام حضرتك، المسجد سيدنا نفيس اللي قدام حضرتك لما احنا بنشوفه النهاردة، دي الصورة المفترض يكون عليها. بقول لحضرتك من 2014 النهاردة بنتكلم أكتر من 10,000 مسجد، سواء تطوير وترميم وتجديد. السنة دي بنتكلم على 1200 مسجد. بص جوه
بص مسجد سيدنا نفيسة جوه، بسم الله الله اكبر، ضريح ده هيتم تاني. ادي روضه، بنتكلم على يعني روضه سيدنا نفيسة لما حضرتك